أهلا، إزيكم؟ عاملين إيه؟ الفيديو ده لكل المصريين اللي بيتقابلوا مع الأجانب، من فضلكم. أنتوا طبعا عارفين إن اللغة العربية صعبة، الفصحى صعبة حتى بالنسبة لكم، صح؟ فتخيلوا واحد أجنبي، ومش شرط يكون تشيكي، مثلا أمريكي. الشخص ده اتعلم القواعد الأساسية في الفصحى، ودلوقتي يفتكر إنه هو عارف اللغة ماشية إزاي. يمكن بقى له سنة أو أكتر بيدرس في معهد لغات، ودلوقتي الشخص ده يجي مصر وهو مبسوط إنه هو هيجرب يتكلم وهيستخدم اللي هو اتعلم. وفي اللحظة دي هيحصل إيه؟ الراجل طبعا هيكتشف على طول إنه محدش يفهمه، ولو فهمه هيرد عليه بالعامية، وده هيبقى غير مفهوم بالنسبة له. يعني احنا كالأجانب اللي بيدرسوا عربي مفيش قدامنا غير حل واحد، بعد شهور أو يمكن سنين من الدراسة نضطر نبتدي من البداية ونتعلم العامية عشان نعرف نتكلم مع الناس. انتوا أكيد هتقولوا لي دلوقتي، لا، اللغة الفصحى موجودة في كل البلدان العربية. صح كلامكم نظريا، بس صدقوني، ودي خبرة واحدة درست في مصر، اللغة الفصحى ما بتشتغلش في مصر خالص. فإحنا إيه؟ نبتدي من البداية كأننا نتعلم لغة جديدة. أوكي، اللغة الفصحى هتساعدنا بس مش قوي. وإنتوا ساعات بتعملوا إيه؟ أول ما تسمعوا حد بيتكلم مش ممتاز بتردوا عليه بالإنجليزية. طب ليه كده؟ ليه؟ مادام أنا بكلمك بلغتك بترد بالإنجليزي ليه؟ ما أنت كده ما بتشجعنيش، أنت كده بتقولي أنت ما بتعرفش ومش هتفهم. ليه كده؟ ساعدونا بقى، شجعونا، وما تتريقوش علينا لو النطق مش ممتاز. تخيلوا نفسكم في مكاننا، احنا كده هنتكسف ومش هنتكلم تاني. عشان كده عدد الأجانب اللي بيتكلموا كويس قليل، فانتوا ساعدونا. خلاص؟